بسم الله الرحمن الرحيم. هذا اللي يتكلم عبد الرحمن بالسلامة والزين. أنا كنت معتقلي قديم زيك، تم اعتقالي يوم 21/11/2010، وتم إحالتي إلى المحكمة العسكرية بالرباط يوم 23/11/2010، وتمت إحالتي للسجن المحلي سنة 2. ومنذ ذلك التاريخ وأنا في الاعتقال، في اعتقال احتياطي إلى 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 قبل يومين، يعني إلى حدود 18، يعني الجمعة أو السبت صباحا، تم حكم علي بما قضى، يعني استكفوا بسنوات ولا سنتين وثلاثة أشهر التي قضيت، وتم إطلاق سراحي. تم إطلاق سراحي بعد هذا الحكم. يعني هل يمكن أن نعود إلى بداية اعتقالك؟ كيف كانت بداية الاعتقال؟ يعني الاعتقال جاء بعد أحداث أليمة عاشتها مدينة العيون يوم 8 نوفمبر، يعني من هجوم العسكري للقوات المغربية على مخيم قديميزيك، واللي كان بعد 28 يوم من إقامة مخيم قديميزيك للنازحين الصحراويين. إذن يعني سنبدأ من حيث ابتدأت الأحداث، يعني سنبدأ من يوم 10/10/2010، حين أقدم مجموعة من المواطنين الصحراويين على النزوح إلى مخيم قديميزيك، مطالبين بالتمتع بكامل حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، وارتباطا بالحق الأساسي اللي هو حق تغيير المصير. يعني كانت مطالب في هذا الإطار، مطالب مجموعة من المواطنين المهمشين والذين يعانوا الفقر ويعانوا هذا، وذهبوا يعني وقاموا بهذا عملية النزوح، يعني كفكرة نضالية، كفكرة احتجاجية، يعني في إبداع احتجاجي غير مسبوق، وبناوا خيمهم. يعني كنعرفوا يعني رمزية الخيمة في الثقافة الصحراوية، وطيلة يعني تواجد المخيم كانت مجموعة، يعني كانوا تقريبا وصلوا حسب التقديرات. ما هو الدور الذي كنت تقوم بالمخيم؟ نعم، إذا بعد نزوح هذه الطبقات المهمشة من المجتمع الصحراوي، يعني قمنا بدورنا يعني كمجتمع مدني صحراوي، يعني بصفتي كعضو مكتب تنفيذي لجمعية شراع وكرئيس رابطة الأطر الصحراويين، يعني رأينا أنه من المناسب ومن الواجب علينا أن نقوم بدعم هؤلاء المواطنين في حركتهم الاحتجاجية السلمية، وقدمنا ما نستطيع تقديمه من دعم مادي ومعنوي، يعني المادي على حسب الاستطاعة والقدرة، ودعم معنوي تمثل أساسا في الزيارات للمخيم وتعبيرنا عن دعمنا لهم، وعبر المهرجانات التي كانت تقام، يعني عبر مشاركتنا لها، يعني الكلمات التي وجهناها هناك، واكثر من ذلك، يعني عبر فك كنت عضو من لجنه ما سمي بلجنه الحوار انذاك التي تحاورت مع السلطات. لا، نحن كنا داعمين فقط، نحن لم نكن معنيين بدرجه مباشره بذلك الاحتجاج او بتحقيق مطالبه. نحن كنا فقط كمجتمع مدني صحراوي متضامنين مع المحتجين، مع النازحين الصحراويين، كنا فقط مساندين لهم، وكان هذا هو دورنا، يعني الدعم المادي ومعنوي حتى تحقيق مطالبهم. يعني كنا يعني 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 من باب دورنا، ويعني وما يجب علينا القيام به تجاه مجتمعنا، اننا قمنا ب يعني يعني هنا اعطي مثال القافله، يعني حين قامت السلطات المحليه لمدينه العيون، السلطات المغربيه، سلطات النظام المغربي بحصار شبيه بحصار غزة لأولئك النازحين الذين كانوا يفوقون في أقل التقديرات 20,000 نسمة، قامت بحصارهم ومنع ولوج الأغذية والأدوية إلى أهالينا هناك. يعني هنالك انتفضنا وقمنا بتلك القافلة الشهيرة، وقد كانت ناجحة بكل المقاييس. إذن اجتمعت قرابة أكثر من 500 سيارة متجهة نحو المخيم، وقمنا بذلك يعني عن طريق هذه المهمة بوقف تلك الإرادة الخبيثة. أو لماذا تم اعتقالك؟ أنت لم ترد على السؤال، لماذا تم اعتقالك؟ إذن اعتقالي تماما لم يكن لك أي علاقة لا بلجنة الحوار ولا بالمخيم.
إذن اعتقادي مباشرة مرتبط بهذا بما قمت به، يعني وقمت به مع مجموعة من الفعاليات الحقوقية والمجتمع المدني، يعني من دعمنا المتواصل لأولئك النازحين، وأكثر من هذا يعني انتقاما من قناعاتي السياسية التي مارستها منذ كنت طالبا من أنشطتي الطلابية، حيث كنت من 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 من, من الرواد من رواد الطلبة الصحراويين موقع الجامع الرباط، وبعد ذلك دوري في أحداث العيون 1999، حيث كنت أحد أعضاء لجنة حوار المعطلين الصحراويين في تلك الأحداث، وحاورنا وزير الداخلية إدريس البصري والوزراء الذين معه، وكذلك يعني قناعاتي السياسية ومواقفي السياسية التي لا تخفى على الأجهزة الأمنية. كل هذا أضيف إلى ذلك أن تصريحي لقناة الجزيرة كشاهد عيان في أحداث 8 نوفمبر 2010، كل هذه الأحداث مجتمعة يمكن أن تفسر متابعتي بتلك التهم الجنائية التي لا علاقة لي بها من قريب من بعيد. تم اعتقالي يوم 21/11/2010 بمطار العيون، حيث كنت متوجها الى 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 اسبانيا، الى لاس بارماس تحديدا، وتم اعتقالي لأتفاجأ به. كنت فقط في عطلة، يعني انا كموظف وهذا، كنت يعني حاصل على تأشيرة منذ تقريبا قرابة قبل ذلك التاريخ بشهر او اكثر. أنا موظف في وزارة الإسكان والتعمير، يعني مفتشية الجهوية للإسكان والتعمير بالعيون. إذا تم اعتقالك بمطار العيون، وكيف تم التعامل معك بعد الاعتقال؟ يعني تم اعتقالي واقتيادي إلى 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 ولاية أمن العيون، ما يسمى ولاية أمن العيون بالعيون المحتلة. وبعد ذلك تمت إحالتي على الضابطة القضائية للدرك الملكي بنفس المدينة. وهنالك تلقيت مجموعه دون ان اواجه باي تهم، ودون ان تقدم لي يعني الضمانات التي ينص عليها الدستور المغربي في الفصل 23، يعني الضمانات الاساسيه لاي معتقل، وهي الحق الاتصال بالعائله او حق الاتصال بمحامي. لا ولكن حسب يعني القانون المسطره الجنائيه المغربيه المتبعه انذاك، كان يجب لزاماً اكثر من هذا، يعني تبعا للمقتضيات القانونيه والاتفاقيات الدوليه الموقعه من الطرف المغربيه، والتي ينص الدستور المغربي على سموها على كافه القوانين الداخليه. كل هذه القوانين كانت تلزم الضابط القضائي انذاك بمجموعة من الإجراءات لم يتم احترامها أبدا، يعني لم يتم إخبار عائلتي أين توجهت ولا أين أوجد، كذلك لم أستفيد من أي مساعدة قانونية، يعني في طال الاتصال بمحامي أو غير ذلك. إذن تم خضاعي لتلك الظروف القاهرة والاستثنائية والغير منضبطة للقانون. أي جهات كنت لدى الدرك الملكي، لدى يعني ثكنات الدرك الملكي مدينة العيون، وهنالك تم تعذيبي وتمت يعني انا كنت حقيقه محظوظا من بين 24 معتقل صحراوي الذين تم التوجه بهم نحو المحكمه العسكريه. انا كنت من القلائل، يعني من اقلهم من اكثرهم حظا ومن اقلهم تعرضا للتعذيب، يعني تعرضت للضرب على مستوى البطن وعلى مستوى. هل يمكن ان او هل تتذكر من قام بتعذيبك؟ طبعا كان فقط عناصر عاديه، لا هم ضباط سامون وبرتبة كولونيل، يعني عبد كولونيل برتبة كولونيل عبد الرحمن، كان ضابط يعني مسؤول ربما كان الدرك الملكي عبد الرحمن الوزنة، وكان ضابط آخر لا أذكر اسمه، يعني كولونيل برتبة كولونيل، وهو من وآخر ربما اسمه عمار لا أعرف، ربما قال عليك التعذيب. نعم 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 تم تعذيبي من طرف ضباط سامون مغاربة على رأسي عبد الرحمن الوزنة، والضابط الآخر كولونيل لا أعرف اسمه بالاعتداء علي بالضرب والصفح والإهانات وعبارات عنصرية صحراوي، درت يعني بعبارات عنصرية كإنسان صحراوي وفي شخصي. يعني أنا قلت بأنك كنت المحظوظ من بين زملائك والمتقابلين معك، هل رأيت أشخاص آخرين تعرضوا للتعذيب أو سمعت أنهم تعرضوا أو رووا لك يعني
الأساليب التي تعرضوا إليها في نعم التحقيق معهم؟ نعم يعني انا هناك تصادفت مع وجود تصادفت يعني وجودي في ذلك الجيور او ما يسمى الجيور او هو الدرك الملكي، رايت هنالك بشير بوتنجيزه وكان في حاله جد 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 جد, جد مترديه، وكان ربما وكان يعني مليئا بالدماء، ويعني يعني لدرجه انه لا لم يستطع ابدا الالتفات او الانتباه اليه ربما. كان يعني وبعد ذلك إن التحقت بالسجن روى للإخوان ما تعرضوا له من تعذيب وإهانة واغتصاب، وهذا هو أخطر ما في الأمر. وأمام هل هناك حالات اغتصاب بالفعل؟ نعم نعم، هناك 5 حالات اغتصاب، وقد تم ذلك وقد تم إشادة يعني وتطرق لها وتطرق لها المتهمون أثناء مثولهم أمام رئيس المحكمة وأمام هيئته القضائية وأكثر من ذلك. يعني طيلة 2 و3 أشهر تقدمنا بعدة شكايات لفتح تحقيق بالتعذيب الذي مورس علينا وفي حالات الاغتصاب التي تمت، ولكن لا حياة. قدمنا طلبات أو توجهنا بتلك الطلبات إلى وزارة العدل وإلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان وإلى وكيل الملك المحكمة العسكرية وإلى وكيل الملك محكمة الاستئناف بالعيون، ولكن لا حياة لمن تنادي. وذلك خرق سافر للاتفاقات التي وقعها المغرب، وخصوصا الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وكافة العقوبات القاسية واللا إنسانية والحاطمة للكرامة. يعني بعد ذلك كيف تم نقلكم من العيون إلى السجن مدينة سلام؟ نعم يعني نحن ربما تميزنا يعني كمجموعة تميزنا بخاصية إضافية ربما لم يتميز بها من خضع قبلنا للاعتقال في المغرب، وهو أننا تعذبنا في الأرض وفي الجو. يعني تم تعذيبنا حتى في الجو، يعني تلك الرحلة الأليمة التي تدوم 4 ساعات يعني كانت رحلة أليمة مليئة بالتعذيب مليئة بمجموعة من الممارسات الحاطمة الكرامة. كيف تم تعذيبكم في الجو؟ يعني كان 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 الإخوان بعض الإخوان يعني ممددين على أرض الطائرة، وكان هناك عسكري يضع رجله على 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 رأس أو وجه المعتقل، وطيلة الرحلة هو جالس العسكري جالس على كرسي أو تلك الكراسي المعدة لهم، بينما المعتقل مبطح يعني كالذبيحة أو كالذبيحة يعني ولا والجندي يضع وهو مكبل اليدين ومقيد اليدين ومعصب العينين ومقيد اليدين. وطيلة تلك الرحلة كانت هذه هي الحالة. وكيف تم استقبالكم في السجن؟ هل كانت تحسنت أوضاعكم بعد أن وضعتم في السجن؟ هل تعرضتم لتعذيب داخل السجن؟ نعم يعني تقريبا جميعنا بدون استثناء تعرضنا لنفس المسطره، يعني حفل الاستقبال الاول وما يتخلله من نعم يعني ساحكي يعني وما تخلله من يعني اولا حين تاتي الى السجن يتم تجريدك من كافه الثياب وتركونك كما خلقتنا امهاتنا، وبعد ذلك يتم الجري بنا عن طريق يعني نحن معصب الاعين لكي نتعرف على الجلادين ولمدة ساعة أو نصف أو هذا أو كذلك، ونحن عرات يعني ومع أسفي ومع هذا، وأكثر من هذا يعني الضرب والصفع ومن طرف خصوصا الجلاد حسان المحفظة، يعني كان نائب المدير وكان هو الذي يسحر على هذه تنفيذ هذه التعليمات. وأكثر من هذا أن بعض المعتقلين زارهم السيد حفيظ بن هاشم مندوب السجون في وقت يعني بيوم أو أنا شخصيا لم يزورني، لكن الإخوان الذين كانوا معي زارهم السيد المندوب العام لإدارة السجون بعد هذه حفلة التعذيب، وبعد يعني تقريبا قرابة 5 ساعات أو كذا. يعني تقصد أنه زارهم وكانوا نعم وهددهم آثار التعذيب بادية عليهم؟ طبعا آثار التعذيب بادية عليهم، وأكثر من ذلك هو كذلك ساهم في بدوره أو بسبهم وبعبارات عنصرية، وطبعا نعرف خبرته في أهل الصحراء، كان يسأل عن القبيلة عن كل شخص من أي قبيلة أنت يعني ويعلق بتعليقاته يعني التي يعرفها الجميع. بعد ذلك وضعتم في السجن، يعني هل كنتم في زنازة منفردة أم في زنزانة؟
طبعا طبعا بعد احالتنا يعني بعد تلك الحفله الاستقبال وبعد تلك الطقوس التي لا بد ان يمر منها الجميع، يتم اقتياد كل واحد منا نحو زنازن انفراديه ظللنا ماكثين فيها لمده قرابه 5 أشهر من الحبس الانفرادي، ممنوعين من كافه الحقوق التي يضمنها القانون المغربي منظمة السجون وكذلك الاتفاقات الدولية الموقعة من طرف الدول المغربية. إذا كنا في زنازن انفرادية ومع ما يصاحبها من زيارات ليلية لذلك الجلاد المحسن حسان المحفظة ورئيس المعقل يونس أبو عزاوي ومجموعة من الموظفين، مع ما يصاحبها تلك الزيارات الليلية في بعد منتصف الليل غالبا، وتكون مصحوبة بالضرب والصفع والشتائم إذا هذه تقريبا بخلاصة أهم ومتى بدأت يعني أوضاعكم تتحسن داخل السجن؟ تقريبا بعد 5 أشهر الأولى بدأنا نتحسن، بدأنا نذهب إلى الفسحة مدة نصف ساعة في اليوم، بدأنا نستفيد يعني من المصحف، لأننا نتمتع بكامل حقوقنا كاملة إلا بعد إضرابنا عن مفتوح عن الطعام الذي دام 38 يوما، والذي بعده تدخل المجلس ما يسمى المجلس الوطني لحقوق الإنسان على في شخص أمينه العام الأستاذ الصبار، وتم تمتيعنا بكافة حقوقنا من تلفاز ويعني كافة الحقوق التي يضمنها القانون المغربي لم نتمتع بها إلا بعد إلا 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 يوم إلا بعد يوم 2/12/2010. التحقيقات التي أجريت معكم خاصة داخل المحكمة العسكرية ومن طرف القضاء العسكري قبل يعني إحالتكم على المحكمة، يعني غريب يعني القاضي العسكري وهو شخص انتقل إلى رحمة الله، نرجو له مغفرة، غفر الله له ما بدر منه، يعني كان هدفه الأساسي هو تمديد تلك الإقامة لمدة سنة ونصف بدون أي هدف حقيقي للتحقيق، لأنه عند مثيرنا الأولي فقط سألنا هل نحن مذنبون، يعني أول مرة نواجه بتهمنا شخصيا، لأول مرة أواجه بتهمتي ووجهت بها أمام قاضي المحكمة العسكرية، وحين ذاك نفيت له أكثر من ذلك، بل قلت له أنا لدي ما يثبت، لدي من الوقائع المادية ومن وسائل الإثبات ومن وسائل النفي ما تثبت أنني لم أكن متورطا ولم أكن متواجدا يوم 8 نوفمبر في مخيم قديميزيه، ولكن للأسف هو لم يكن مهتما بالتحقيق، بل فقط كان دوره هو إبقاء أنا رهن الاعتقال الاحتياطي لمدة فقط السنة وشهرا قبل أن يحيلنا على 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 على, على المحكمة العسكرية. وهنا غرائب أخرى، يعني بعد إحالتنا لأول مرة بالتاريخ 13/1/2010 تم تأجيل تلك المحاكمة تلك الجلسة إلى أجل غير مسمى، وقبل حتى انعقاد تلك الهيئة في جلسة علنية كما تنص ذلك المصادر، وقبل حضور المتهمين، أي قبل يوم 13 قامت النيابة العامة، ولا أعرف أي جهة قامت بذلك، وربما النيابة العامة، بتأجيل تلك المحاكمة إلى أجل غير مسمى. وأنا أعرف أنه طبقا للفصل لقانون المسطرة الجنائية المغربية في بابه، يعني فصل 362 من قانون المسطرة الجنائية، أنه لا يجوز تأجيل أي جلسة إلا بوجود مبرر جدي ومقبول، وانا اتساءل اين هو المبرر الجدي والمقبول لجلسه لم تنعقد اصلا، يعني وتم تاجيلها قبل اوانها، ودام التاجيل الذي هو كان لاجل غير مسمى الى مده 9 أشهر، ليتم بعد ذلك تحديد جلسه اخرى بتاريخ 24 اكتوبر 2012، ليتم تاجيلها بنفس الطريقه. اذا هناك خلال هذه المسطرة وخلال تم الدوس على الدستور المغربي، تم الدوس على كافة التشريعات الدولية التي تنظم وتضمن الحق في محاكمة عادلة داخل أجل زمني معقول كما ينص على الدستور المغربي فصله 120. إذا أرجع إلى قاضي التحقيق، سيد قاضي التحقيق، قدمت له يعني مكث الملف لديه عاما وشهرا من أجل ربع ساعة من التحقيق، يعني من أجل جلسة دامت ربع ساعة من التحقيق وأكثر من هذا، أنه بعد أن قدمت له شخصيا وقدم له جميع المتهمين كافة الدفعات وكافة كافة كافة, كافة ما, ما كافة مجموعة من الدفعات والأدلة والوقائع التي تثبت
اولا تثبت كذب وكذب وكذب وافتراء محاضر الضربه القضائيه وعدم اعتمادها على اسس واقعيه او قانونيه، قدمنا له اثباتات وكان هدف وكان الاحرى به ان يبادر الى التحقيق في تلك الاثباتات. لكن كيف تتحدث عن كذب المحاضر وقد يعني تابع راي العام مغربي وربما خارجي تلك الصور التي شاهدوا فيها اشخاص يتم من عناصر من القوات العموميه يتم نحرهم في الشارع العام، وتابع ايضا ذلك الشخص الذي كان يتبول على جثث احد عناصر القوات العموميه المغربيه. نعم، إذن هو ذكرتني بشيء مؤسف هنا. اولا لا بد لي ان اترحم على ارواح اولئك الضحايا، لا بد ان اترحم واقول لعائلاتهم اننا بريئون من دمائهم، اننا بريئون من دمائهم، ان من قتل ابناءهم هم اولئك المسؤولون الذين زجوا بهم في تلك المغامره الغير محسوبه العواقب والغير منضبطه، لا لاي منضبطه لاي ضوابط سواء كانت مهنيه او عسكريه او امنيه او اكثر من ذلك لاي ضوابط اخلاقيه او قانونيه. اذا بعد بعد بعدها بعد تلك الاحداث الاليمه رؤساءهم العسكريون الذين زجوا بهم التدخل بتلك الطريقة وبدون سلاح، ألم يكن المنفذون هم عناصر من داخل المخيم ديمزيك صحراء اليوم؟ نعم نعم، ربما شيء الله اعلم، يعني الاساس انه فعلا وقع جريمه، نحن لا ننكر تلك الجرائم، نعم وقع جريمة، ولكن كان الاحرى بالسلطات العموميه وبالدول المغربيه عموما ان تذهب في اتجاه فتح تحقيق شامل حر ونزيه ومستقل يؤدي الى معرفه الحقائق جميعها والى محاسبه المتورطين سواء كانوا مسؤولين او كانوا مدنيين او كانوا غير ذلك، ومحاكمتهم ومعاقبتهم عبر مسطره قضائيه عادله. لكن المشكله اين؟ اين يكمن المشكل؟ ان المسؤولين المغاربه الذين كما قلت هم مسؤولون بالدرجه الاولى عن مقتل هؤلاء بعد ان قضوا نحبهم، اولئك المواطنون او اولئك الضحايا قاموا باستغلال ارواح وقوعهم ضحايا ليصفوا حسابات سياسيه معي شخصيا ومع كافه يعني المعتقلين الذين كانوا معي في هذا الملف. يعني لم يكن من ضمن المجموعه التي انتميت اليها احد العناصر الذي ربما وجه خلال جلسه المحكمه بفيديو الذي يظهر شخص قيل بانه هو الذي كان يتبول على عنصر القوات العموميه؟ يعني هنا غريبه اخرى، يعني الشريط من طلب احضار شهادة ذلك الشخص الذي يتهمونه وهو الرفيق بشير بوتنجيزا، وهو من اتهموه بانه كان يتبول على جثه بينما الصوره كانت واضحه، والشخص الذي كان يتبول على جثه لم يكن قطعا المتهم بشير بوتنجيزا، وان بشير بوتنجيزا هو من طلب من السيد رئيس الجلسه ان يقوم باحضار ذلك الشريط. اذا الشريط تم عرضه في تلك القاعه بناء على طلب المتهم بشير بوتنجيزا الذي تم اتهامه بانه مسؤول بانه كان يتبول على 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 جثه ذلك الدركي. تريد ان تقول بان الشخص الذي شاهده العالم يتبول على جثه ذلك الجندي لم يتم اعتقاله لحد الان ولم يكن من ضمن المجموعه التي توجد الان في السجن؟ ابدا ابدا، لم يتبول عليه احد من اولئك الاشراف الذين ما كانوا معي في السجن. المتهم بذلك التهمه هو البشير بوتنجيزا، وانا اتحدى جميع المسؤولين المغاربه ان يثبتوا ذلك او فقط ان 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 ان, أن يضعوا صوره. لماذا لم يتم اعتقاله اذا الشخص المعني الشخص المجرم الذي ارتكب تلك الجريمه الشنيعه؟ نعم، ممكن انه بتفسير بسيط هو ان ذلك الشخص يمكن ان يتعرفوا عليه وهو يعني وجه واضح المعالم، ولكن ربما هم لا يرغبون، لان انتم تعرفتم عليه؟ لا، انا لم اتعرف عليه، ولكن 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 وجهه كان واضحا، واظن ان السلطات المغربيه لديها من الامكانيات ان تتعقب ذلك الشخص، بينما الهدف الذي بينما كان هدف لان كما قلت هذه المتابعه وغيرها من المتابعات لم يكن هدفها معرفه الحقيقه، بل كان هدفها الاساسي هو الانتقام من اشخاص معروفين بافكارهم السياسيه، معروفين بمواقفهم السياسيه، كذلك معروف. ايضا شخص اخر ظهر وهو ينحر جندي، هل هذا الشخص كان متابعا؟ هل كان ضمن المجموعه التي انتميت اليها؟ هل تمت محاكمته هو والاخر؟
أبداً 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 أبداً. المتابعة كلها لم تنبني على أي وقائع مادية، فقط الهدف الحقيقي من جميع تلك المتابعات للأسف للأسف، وأقولها لعائلة الضحايا، أن جميع المتابعات القضايا التي تمت لم يكن هدفها تحقيق العدالة الحقيقية، لم يكن هدفها تحقيق معرفة البحث عن الحقيقة من أجل معاقبة الجنات أبداً، كان هدفه للأسف. وهنا أتي لمسألة أخرى وتسييس هذا الملف، أقول أن من سيس هذا الملف هم المسؤولون الذين استغلوا وقوع أولئك الضحايا الأبرياء لتصفية، استغلوا وقوعهم ضحايا وأرواحهم لتصفية حسابات سياسية مع نشطاء سياسيين وحقوقيين وجمعويين والانتقام منهم ولزج بهم في السجون. كائن الهدف الحقيقي، إذا هذا ضحك على الذقون، إذا هذا كذب وافتراء. كيف يمكن أن تقنع مثلا غدا إذا أعرفت وقابلت أحد ذو الضحايا، كيف يمكن أن تقنعه بهذه الرواية؟ سأقنعه بأنها ليست السابقة الأولى التي يتم فيها الاعتداء على قدسية أرواح الأبرياء من طرف المسؤولين المغاربة، وربما آخر مثال على ذلك هو ما وقع في أحداث ماي الأليمة بالدار البيضاء، حيث يعني لن أطيل، ولكن فقط سأكتفي أنه بعد أن تمت تصفية حسابات سياسية مع 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 التيار الإسلامي، اعترف الملك محمد السادس بلسانه في حديث مع البايس بأن تلك المحاكمات شابتها خروقات كثيرة. إذن باعتراف أكبر مسؤول في هذه يعني في الدول المغربية أن المحاكمات التي عقبت أحداث 16 ماي كان هدفها الأساسي هو الانتقام وتصفية الحسابات مع التيار الإسلامي. نفس الشيء، إذا وقوع ضحايا في ديميزيك استغلت السلطات المغربية والأسيسة المغربية لتصفية حسابات سياسية مع مناضلين صحراويين. إذا لم يكن هدفه معرفة الحقيقة أو معاقبة الجنات الحقيقيين، بل فقط هل أثرتم هذه القضية في المحكمة العسكرية عندما وضحت لك طبعا كنا واضحين. وهنا نتذكر موقف مجموعة من الصحفيين المغاربة الذين انبروا ليتهمونا بتسييس الملف وبأنه لا يحق لنا أن نطالب بتلك المواقف السياسية في تحقيق جنائي. نقول لهم أنتم تعرفون أكثر منا طبيعة الأسيسة الأمنية المغربية وطبيعة استعدادها للدوس على كرامة الإنسان وعدم احترام قدسيته واستغلال مآسي إنسانية لتحقيق مآرب سياسية. كلنا يعرف طبيعة الأسيسة الأمنية المغربية، كلنا يعرف ماضيها الأليم. إذن إخواني المغاربة، لا تسمحوا لأي كان أن يدق إسفينا بين الشعبين الصحراوي والمغربي. نعم ما وقع كان كارثة، نعم كان نعم يعني إذا لم تكن جنائية هناك مسألة سياسية معنوية، هل يمكن أن تحدد هذه المسؤولية؟ مسؤولية يمكن أن أعتبرها في إذا كانت لنا مسؤولية فهو أننا طالبنا بحقنا وأننا أجبرنا الدول المغربية على أن تظهر حقيقتها وبشاعتها أمام العالم، لأن الهجوم بذلك الشكل. نحن نعرف مثلا الضحايا في عناصر كانوا هم الوحيدون، لم يقع آنذاك خاصة أثناء فترة التدخل لم يسقط أي ضحية من الجانب الآخر. تماما، هذه مغالطة أخرى. إذا أحداث ديميزيك نعم خلفت 11 قتيلا في أفراد القوى العمومية المغربية، لكنها خلفت أيضا مقتل 3 شبان صحراويين، الأول منهم ناجم القارحي والشهيد بابي القرقار الذي في يوم ثمانية يعني يوم ثمانية تم اغتيال الشهيد بابي القرقار في مدينة العيون، وتم اغتيال إبراهيم الداودي في مخيم ديميزيك. إذا وللأسف لا نسمع في جميع وسائل الإعلام المغربية الحديث عن أولئك الشبان 3 الصحراويين والناجم القارحي الذي قتل بدم بارد في إطلاق الرصاص حي عليه وهو متوجه إلى مخيم ديميزيك يوم 24/10/2010. إذا هناك عدالة انتقائية. إذا وأكثر من ذلك أنه تم التركيز على 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 ضحايا بعينهم، بينما تم إغفال وإهمال مصير والبحث عن
حقيقة في مقتل الضحايا الصحراويين، يعني من قتل إبراهيم الداودي، من قتل البابي قرقال، من قتل الناجم القارحي. إذن هذه أسئلة يجب على 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 النخبة السياسية والنخبة المثقفة في المغرب أن تجيب عليها. يجب أن يوقفوا هذا التجييش وهذه الكثير يعني من المتابعين خاصة داخل المغرب وصفوا المحكمة بأنها كانت عادلة وبأن أحكامها ربما هناك من رأى أنها كانت مخففة في حق أشخاص اتهموا بالقتل. يعني استغرب كثيرا لهذا القول، لأن خلال أطوار المحاكمة نحن كمتهمين ومؤازرين بدفاعنا أثبتنا لهيئة المحكمة وللعالم أجمع أننا بريئون من تلك الأعمال الإجرامية، وأثبتنا بوقائع مادية ملموسة وبحجج قانونية ضاحضة أننا لا علاقة لنا بتلك الأفعال الإجرامية، وأن ذنبنا هو أننا طالبنا بحقنا في تغيير المصير، طالبنا لشعبنا بالسيادة والاستقلال. إذن هذه هي تهمة حقيقية، وقد كان أكثر من ذلك، قد كان وكيل الملك واضحا حين أولا اعترف بأنه مورست عليه ضغوط لا أعرف من أي جهات، وحين كان واضحا حين أتى بصور لبعض المتهمين الذين كانوا معي وهم في لقاءات مع قيادة البوليساريو. إذن هو كان واضحا حين أتى بهذه الصور، فهو يقول أنه يريد أن يحاكم من خلالنا الشعب الصحراوي ككل، أن يحاكم من خلالنا جبهة البوليساريو والجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء وادي ذهب كممثل شرعي وحيد للشعب الصحراوي. إذن هو كان واضحا، ولكن من لم يكن واضحا هو وسائل الإعلام المغربية التي تكيل الأمور بمكيالين، والتي بعد صدور الحكم هناك من وصف منكم وأنت وصفت هذا الحكم بأنه أكبر انتصار في يعني هذه المفارقة. نعم. بالمؤبد وبثلاثين سنة على رفاق لك هم الآن داخل السجن وتصفونه بأنه انتصار. نعم، لأنه انتصار، لأنه يعبر عن انهزام السلطات المغربية وتخبطها، لأن من يعرف حقيقة الأمور يعرف أن هذه الأحكام هي أولا قطيعة ما بين الدول المغربية والمجتمع الصحراوي. إذن هذه قطيعة نهائية. إذن هم عبروا عن حرق أوراقهم من جهة مع المجتمع الصحراوي، ومن جهة ذلك مع المجتمع الدولي، لأن جميع الفاعلين الدوليين قبل صدور الأحكام كانوا ضد المحاكمة العسكرية للنشطاء المدنيين، وقد ندد الجميع بذلك، وقد أثارت هذه الخطوة استغراب الجميع. لكن بعد هذه الإدانات وبعد تورط النظام المخزني المغربي في هذه الأحكام، يعني أظن أنه تعبير عن انهزامه وتخبطه، وكذلك وأكثر من هذا لأن جميع المراقبين الدوليين لاحظوا يعني انعدام أي أدلة حقيقية لإثبات يعني أن أحكام غير مستندة إلى أي وقائع مادية، فقط مستندة إلى متابعات سياسية. إذن هم اعترفوا بعظمة اللسان بأن هذه المتابعة سياسية، إذن بدون وجود أي أدلة قانونية يمكن الاستناد عليها، لأن كما نعرف حسب القانون الجنائي المغربي مصادر يعني المتابعة تمت بناء على محاضر الضابطة القضائية، والقانون الجنائي المغربي واضح، المسار الجنائي المغربي تقول أن تتحدث عن محاضر الضابطة القضائية فقط كمعلومات خصوصا في الجنايات. إذن بناء على معلومات مغلوطة ومحاضر مطبوخة، والجميع يعرف قدرة الأجهزة الأمنية على صناعة تلك المحاضر المطبوخة، ففقط باعتمادها على هذه المحاضر أصدرت أحكام بالإدانة تتراوح ما بين 20 سنة والمؤبد. إذن صدور هذه الأحكام هل تعتبر أن ملف قديم زي تم طيبه أبداً؟ هو أنا أظن أن قديمي زيك أول كان في يوم 8 نوفمبر 2010، وأن قديمي زيك ثاني ابتدأ من يوم 1 مفاتح فبراير 2010، يعني ابتداء المحاكمة العسكرية لأبطال مرحمة قديمي زيك. أظن أن قديمي زيك الثانية ستظهر تداعياتها إن شاء الله، وسيشهدها الجميع بأنها دقة إسفين آخر في وجود الدولة المغربية لا شرعي، في وجودها المحتل لأرض الصحراء الغربية. إذن الانتصار هنا، هذه الأحكام الجائرة تعبير عن انتصارنا من جهة، وتعبير عن هزيمة النظام المغربي في مواجهة حقنا.
فهل لا يمس هذا مشاعر أسر ضحايا عناصر القوات اليوم؟ لا حقيقة لو 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 كنا في دولة ديمقراطية، لو كنا في دولة القضاء فيها له مثقال ذرة من الاستقلالية والنزاهة لكان ذلك حقا، لكننا في دولة الجميع يعرف مستوى قضائها، الجميع يعني باعتراف، يعني لن أطيل الحديث، يعني باعتراف رئيس الدولة يعني الملك محمد السادس بأن محاكمات 2003 شابت خروقات، وباعتراف جميع المنظمات الحقوقية، وباعتراف المغاربة جميعا، وباعتراف جميع خطب الملك محمد السادس الذي يتحدث عن إصلاح القضاء. إذا القضاء غير مستقل، إذا هم مدانون بقضاء معطوب، بقضاء غير مستقل. إذا نحن مدانين من هيئة عسكرية، نحن مدانون من طرف هيئة عسكرية مشكلة أساسا من ضباط جيش المغرب. إذا من أداننا ليس له الحق في إدانتنا، من أداننا لا يتمتع بالسلطات الحقيقية لكي يديننا، من أداننا لم يعتمد على وقائع قانونية، من أداننا ليس له من المهنية ومن أن يكون صالحا لأن نتقاضى قضى عنده. إذن نعود للواقع، هناك ضحايا سقطوا كل وأسرهم حضرت إلى المحكمة، من قتلهم؟ السؤال ليس، الجواب ليس عندي، الجواب لدى، نعرف أن الدعوة العمومية، أن النيابة العامة في القانون المغربي، النيابة العامة هي التي تتولى رفع الدعوة العمومية. إذن أقول أن 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 من يجب عليه أن يفتح تحقيقا في هذا هو السلطات المغربية، أن تفتح، وهنا أطالب بفتح تحقيق، نزيه وشفاف في إطار يعني مسطرة قضائية عادلة تمكن من معاقبة مجرمين الحقيقيين، ولكن أكثر من ذلك أطالب بفتح تحقيق دولي حر ونزيه، وهو مطلب دولي. لولا الفيتو الفرنسي كما تذكرون، يعني أنه بعد أحداث بمزيك اجتمع مجلس الأمن بشكل طاري لأول مرة في تاريخ نزاع الصحراء الغربية، وكان هدفه الأساسي هو 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 خلق لجنة دولية لتقصي الحقائق ما وقع بمخيم بمزيك. لكن الفيتو الفرنسي آنذاك هو الذي منع تلك الرغبة الأممية، وهذه الرغبة ما زالت حاضرة. يعني في آخر تقرير لها لجنة مناهضة التعذيب، في آخر تقرير لها إلى 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 اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار، يعني التابعة للأمم المتحدة للجمعية العامة المتحدة، طالبت بفتح تحقيق دولي حر ونزيه وشفاف يؤدي إلى كشف الملابسات الحقيقية لتلك الأحداث الأليمة ومعاقبة الجناة سواء كانوا مسؤولين المغاربة أو غير ذلك. نعم أقول لهم، أتوجه إليهم أولا لأترحم، وقد سجلنا هذه المواقف داخل المحكمة العسكرية وأمامهم، بعضهم كان حاضرا، وقد نقدم لهم التعازي ونترحم على أولئك الضحايا، ونقول لهم لسنا مسؤولين عن مقتلي، لسنا مسؤولين عن مقتلكم، عن مقتل أبنائكم، نحن كذلك نحن مثلكم ضحايا، ونفس الجهة التي ورطت أبنائكم ورطتنا واعتدت علينا. إذا نقول لكم لا يجب، وإن جاء قال الله تعالى وإن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، صدق الله العظيم. إذا أقول لهم وأقول للشعب المغربي عامة، لا تسمحوا لهذه الأجهزة ببث سمومها بأن تجعل بين الشعب المغربي، بيننا كشعب صحراوي صغير، شعب صحراوي فعلا تواقي للحرية، تواقي للكرامة، ولكن عن طريق نضالنا السلمي، عن طريق المطالبة بحقنا بشكل سلمي. لا تسمحوا لهؤلاء بأن يفسدوا ما 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 ما, ما كرسه التاريخ عبر قرون، وما كرسته الجغرافيا من تقارب ما بين الشعوب. إذن أدعو المثقفين المغاربة، وأدعو الصحفيين المغاربة، وكل أصحاب النوايا الحسنة إلى النهوض وعدم الارتكان، إلى الخطاب الرسمي، إلى خطاب الأجهزة الأمنية الذي يريد أن يوقع العداوة والبغضاء ما بين الشعب الصحراوي وشقيقه الأكبر الشعب المغربي. إذن دعونا من هذه السيناريوهات عد سلفا، وتعالوا لنتحاور جميعا، لنتفق جميعا على ما فيه مصلحة شعوبنا، على أن نبقى رهنا ورهائنا لمخططات الأجهزة الأمنية وتفكير وخططها البائسة والجهنمية، وتعالوا لنحتكم إلى مفهوم إلى ما فيه مصلحة الشعبين المغربي والصحراوي.